فهذا حق كلنا سلفيون، كلنا نسأل الله تعالى أن يميتنا على طريق السلف. أحسن الله عليكم. يقول السائل: إذا كان العالم له في المسألة قولان ثم عرفنا أن القول الأخير هو القول الثاني، فهل لنا أن نأخذ بالقول الأول وندع القول الثاني خاصة إذا كان القولان متعارضين؟ نرجو التوضيح. يا أخي، نحن لم نتعبد بأقوال العلماء، تعبدنا بالدليل الوارد عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فما وافق الدليل من الكتاب والسنة من أقوال العالم أو من أقوال العلماء أخذنا به، وما خالف الدليل تركناه. نعم.